يبدي ممثلو مؤسسات المجتمع المدني والإعلاميون اهتمامهم بإثارة كل القضايا المتعلقة بعمل الأمن وسيادة القانون، مستغلين في ذلك حلقة النقاش التي نظمها مركزا شمس وجنيف حول دور مجالس السلم الأهلي في تعزيز سيادة القانون هنا في مدينة جنين. بناء على التجربة اللي مرت، نعم نعتقد أنه هاي اللقاءات وورشات العمل واللقاءات المستمرة أفضت إلى كثير من رفع سقف الحريات وإعطاء المزيد من الطروحات الإيجابية. ازدحمت التساؤلات لدى المشاركين وتعددت المداخلات حول قضايا عدة تمحورت معظمها حول نطاق صلاحيات الأجهزة الأمنية وحول الوضوح في التعامل مع المواضيع المجتمعية وتكامل الأدوار في الحفاظ على النظام. وقد شدد المشاركون على أن تطبيق سيادة القانون تتطلب التزام الأجهزة الأمنية بذلك ومعرفة المواطن لحقوقه وواجباته. ويستطيع المواطن الذي تعرض مثلا لأي تعديات من قبل رجل الأمن فأمامه القضاء العسكري لتقديم شكوى، وكذلك أمامه مؤسسات المجتمع المدني الأخرى المنظمة لحقوق الإنسان. بتقديري برضو هذا بيتعلق بثقافة المواطن مهما كانت صفته أو مهما كان موقعه. المواطن عندنا يجب أن يكون عنده نوع من الوعي والثقافة، قادر على تحليل الأمور من منطلق المصلحة الوطنية. رغم ما يتم الحديث عن نقلات نوعية وتطورات حاصلة وإصلاحات داخل الأجهزة الأمنية، إلا أن هناك من يتحدث عن مزيد من الاحتياجات ووجود العديد من الثغرات التي هي بحاجة لمزيد من الإصلاح والعمل داخل تلك الأجهزة. فالكثيرون يقولون بأن المؤسسة الأمنية ما تزال قاصرة عن التعامل مع حالات مختلفة من القتل أو السرقة، ولم تستطع أن تشكل ردعاً لبعض الخارجين عن القانون وبخاصة داخل المخيمات، إلى جانب أن الانقسام الفلسطيني جعل من عقيدة الأجهزة الأمنية موضعاً للأخذ والرد. من مدينة جنين، أيسر البرغوثي، تلفزيون القدس.